وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إذن دكتور أيمن وأنت أستاذ في العلاقات الدولية، إذن ما هي أهمية الرسالة التي وجهتها مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا مع وصول التصعيد إلى هذه المرحلة الخطيرة؟ هو أولا وفق القانون الخاص بالأمم المتحدة والجمعية العامة المتحدة أنه عندما يفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ما تلجأ الدول إلى الجمعية العامة التي تمثل ضمير العالم وتضم 193 دولة. مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة فشل خلال 21 يوم أو خلال الأسابيع الماضية من الحرب أن يتخذ أي قرار، رغم أنه تقدم 4 مشروعات قرار جميعها فشلت. لذلك لجأت الدول العربية بتقديم هذا المشروع إلى الجمعية العامة التي تضم كل دول العالم. مشروع القرار حظى بموافقة 120 دولة، ده رقم كبير جدا، مقابل 14 دولة فقط. ولو نظرنا في 14 دولة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نجد أنها كلها دول يعني صغيرة جدا، ودول حتى البعض لا يعرف اسمها ولا مكانها على الخريطة. وبالتالي الإرادة الدولية واضحة تماما في دعم هذا المشروع، هذا القرار الذي أصبح قرار. هذا القرار فيه مجموعة من النقاط في غاية الأهمية. أول شيء، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل رفضوا خلال الفترة الماضية وقف إطلاق النار، والولايات المتحدة تريد من خلال هذا الموقف إعطاء إسرائيل كل الفرص وكل الوقت لتدمير ما تبقى من قطاع غزة. لكن هذا موافقة الجمعية العامة المتحدة بهذا الرقم الكبير تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يتحدوا الشعب الفلسطيني، لا يتحدوا قطاع غزة، لا يتحدوا فقط الأمة العربية والدول العربية والإسلامية، لكنهم يتحدوا العالم. العالم اتحد لصالح هذا القرار. هذا واحد. النقطة الثانية، أنا في رأيي هذا القرار هو انتصار لوجهة النظر المصرية وانتصار للرؤية المصرية. جميع البنود التي تتضمنها هذا القرار هي وجهة النظر المصرية والأفكار والدعوات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية هذا الصراع. مشروع القرار بيدعو في البداية أن تكون هناك هدنة إنسانية تفضي إلى وقف إطلاق النار كامل. الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية كانت توافق ربما في مرحلة ما، مرحلة متأخرة للغاية، على هدنة إنسانية قصيرة، لكنها كانت ترفض في السابق إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. لكن هذا القرار بيقول أن تبدأ بهدنة إنسانية تفضي مباشرة وقف إطلاق النار فوري وكامل وفي كل قطاع غزة. النقطة الأهم أن هذا القرار أيضا يتضمن ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وبشكل مستدام ودون عوائق، ويرفض الحصار الإسرائيلي سواء بقطع المياه والكهرباء، وأضيف إليه بالأمس قطع الاتصالات والإنترنت، وهي محاولة إسرائيلية لتعمية العالم عما يجري في قطاع غزة. أنا في رأيي هذا الموقف، نعم، القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم كما هو القرار الصادر من مجلس الأمن. هو لا يستند أيضا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما بعض القرارات الصادرة من مجلس الأمن، لكن أنا في رأيي هذا سوف يشكل ضغطا أخلاقيا كبيرا على الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت ترفض وقف إطلاق النار حتى الآن في ظل ما نراه في القطاع من عمليات جوية وبرية وبحرية ضد المدنيين وضد المواطنين. طيب دكتور، يعني يمكن هذا القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة كما ذكرت حضرتك يتوجب عليه بالتأكيد هدنة إنسانية لتهدئة الأوضاع داخل قطاع غزة، هذه الأوضاع المتصاعدة والمتلاحقة يوما بعد يوم. إذا كيف ترى إصرار إسرائيل على مواصلة ضرب غزة؟ أنا في رأيي إصرار إسرائيل على هذه العملية العسكرية هي مدفوعة بفكرة الانتقام، ودائما أنا في رأيي هذا يعبر عن ضعف وليس عن قوة. دائما الدول الكبيرة والدول الرشيدة حتى عندما تتعرض لضربة عسكرية كما حدث في 7 أكتوبر الجاري يكون ردها محسوب، يكون ردها وفق القانون وفق القانون الدولي الإنساني. ما تقوم بإسرائيل تملكه روح الخوف، يتملكه روح الانتقام،
يتجاوز كل الأعراف الدولية حتى في الرد الفعل. لذلك ما تقوم به، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أشار إلى هذه النقطة عندما التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال له أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز كثيرا أي رد فعل لما جرى يوم 7 أكتوبر. لذلك أنا في رأيي هناك يعني ملف أو صفحة ناقصة في هذا الملف، وهي المحكمة الجنائية الدولية. للأسف حتى الآن لم نسمع صوت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلق حتى على ما يجري في قطاع غزة. نتذكر جميعا أنه عندما جرى نقل، فقط مجرد نقل 30 طفل أوكراني من شرق أوكرانيا إلى روسيا، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية روسيا بأنها خرقت القانون الدولي وارتكبت جريمة حرب بنقل أطفال كان يمكن أن يقتلوا. الآن في قطاع غزة، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا وأشارت إليه مصر، أن العالم ينظر بمكيالين. عندما ننظر لقطاع غزة، الأطفال يقتلون والنساء وكل شيء يدمر، والمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لا تتحرك. الآن فلسطين هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يحق للمدعي العام أن يفتح تحقيقا فيما يجري الآن في القطاع، لكنه لا يفعل شيئا. على العكس الوضع في روسيا وأوكرانيا، روسيا وأوكرانيا ليسوا أعضاء. نعم إسرائيل ليست عضو، لكن باعتبار أن فلسطين عضوا وهذه أراضي فلسطينية وتجرى الجرائم على الأراضي الفلسطينية، كان ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام أن يتحرك. هذا يؤكد ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الضمير العالمي الآن في اختبار وفي امتحان كبير جدا. كيف ينظر العالم إلى جانب بطريقة ما، ولا ينظر بنفس الطريقة الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني؟ رغم طيب أن دكتور أيمن، يعني مش عايزة أسيب هذه الجزئية اللي حضرتك تحدثت فيها، ونحن نتحدث عن المجتمع الدولي والدول الأوروبية وفكرة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، إلى أي مدى يعني تكيل الدول الأوروبية أو بعض الدول الأوروبية بمكيالين تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني الأعزل من أوضاع يعني لا تمت للإنسانية بأي صلة؟ إلى أي مدى أو بالأحرى السيناريو المتوقع من المجتمع الدولي وسط هذا الانتظار ووسط هذا الصمت الطويل؟ ما السيناريو المتوقع والمطروح أمامنا الآن من المجتمع الدولي؟ أنا في رأيي المجتمع الدولي يتحرك. نعم، هو في البداية كان داعم بشكل كامل ومطلق لإسرائيل، وكانوا يرفضوا أي هدنة، سواء كانت هدنة أو وقف إطلاق نار كامل أو حتى هدنة إنسانية. الآن نتيجة للضغط المصري ونتيجة لقدرة مصر والدبلوماسية الرئاسية المصرية ونجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم 21 أكتوبر الجاري، هذه القمة أنا في رأيي شكلت يعني فهما جديدا للدول التي حضرت. لأن هذه الدول عندما حضرت إلى القاهرة كان لديها تصور ما، لكن عندما استمعت إلى كلمة مصر والنقاشات التي جرت في قمة القاهرة للسلام، بدأ الجميع يتحدث عن المسار الإنساني، عن دخول المساعدات، عن هدنة إنسانية. هذا الأمر لم يكن موجودا في السابق. الآن تقريبا الجميع يقر به، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، البيت الأبيض في فجر هذا اليوم أصدر بيان وقال أنه منفتح على هدنة إنسانية، لكنه يسميها مؤقتة، لا يريد هدنة طويلة. لو نظرنا حتى في التصويت الخاص بالجمعية العامة المتحدة، نجد هناك بعض المواقف تغيرت. يعني على سبيل المثال بالنسبة لفرنسا، فرنسا كانت ترفض بالكامل أي هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار في السابق، لكنها بالأمس وافقت. يعني فرنسا من ضمن 120 دولة الذين وافقوا على مشروع القرار العربي بالأمس. دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، هذه الدول أيضا كانت ترفض وقف إطلاق النار، وكانت ترفض حتى الدعوة لهدنة إنسانية. هذه الدول لم تعارض بالأمس، لكنها امتنعت عن التصويت. هذه نقلة جديدة أو يعني نقطة جديدة أو مكان جديد، ليس هو المنتظر، لكنه تطور في الاتجاه نحو القبول بوقف كامل لإطلاق النار. لذلك أنا في رأيي العالم يتفهم أكثر القضية الفلسطينية. العالم الآن والشعوب بدأت تفهم ما يجري حقيقته في الأراضي المحتلة، لأنه كما تعلمين الرواية الإسرائيلية والرواية الغربية كانت تعالج أو تنظر لما يجري في قطاع غزة بداية فقط من 7 أكتوبر، وهي رواية مجتزأة للغاية. الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما استضاف قمة القاهرة للسلام قال أن هذه القضية لم تبدأ اليوم، هذه القضية عمرها أكثر من 75 سنة، منذ عام 1948 وربما حتى قبلها، ومنذ القرار 181
الخاص بالتقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. هذا القرار منذ 75 سنة بالضبط يعني قامت دولة إسرائيل بموجبه، وحتى الآن لم تقام دولة فلسطين. هذه النقطة في غاية الأهمية، لأن ما نراه الآن هو نتيجة السبب. السبب هو غياب الأفق السياسي، غياب أي أمل في قيام الدولة الفلسطينية. طيب دكتور أيمن، يعني يمكن ونحن نتابع ليلة أمس وهي الليلة الأكثر شراسة، تابعنا بعض التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها كانت لا تشجع ولا تدعم إسرائيل في مسألة الدخول البري أو التصعيد البري. كيف تقرأ هذه التصريحات في ظل إصرار إسرائيل على هذه الأوضاع السيئة ومن سوء إلى أكثر سوءا في قطاع غزة؟ أولا في رأيي هذا ربما نوع من محاولة تبييض الوجه أو حتى النأي بالنفس، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم الجهد العسكري الإسرائيلي بشكل كامل. ربما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد فقط تأجيل العملية البرية حتى تعلم يعني مصير الرهائن، لأنه ضمن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة هناك رهائن أمريكيون، وهذا قضية حساسة جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه الأمريكيون لديهم ذاكرة سيئة فيما يتعلق بالرهائن. عندما تم احتجاز الرهائن الأمريكيين لمدة 444 يوم في طهران سنة 1979، هذه القضية أدت إلى سقوط الرئيس الأمريكي الرئيس جيمي كارتر أمام المنافس الجمهوري ريغان. الآن كل الصحافة الأمريكية تقول أنه في حالة فشل الرئيس جو بايدن في إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، ربما يجد نفس المصير الذي واجهه جيمي كارتر أمام ريغان عندما تبدأ الانتخابات في نوفمبر 2024. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تطلب تأجيل فقط هذا الهجوم البري كانت تطلبه لمصلحة خاصة بها وليس يعني رغبة منها في وقف الصراع أو وقف الحرب. لكن الولايات المتحدة الأمريكية برفضها مشروع القرار العربي في الجمعية العامة المتحدة هي تدعو إسرائيل بشكل مباشر إلى مواصلة العمليات القتالية. لذلك أنا في رأيي هذا الموقف الأمريكي سوف يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تخسر كثيرا، بالمناسبة ليس على المنطقة العربية فقط وللشرق الأوسط، لكن على مستوى العالم وحتى على مستوى الداخل الأمريكي. يعني آخر استطلاع رأي أجري بالأمس، الرئيس الأمريكي جو بايدن خسر 11 نقطة من دعم الديمقراطيين، يعني من دعم حزبه نفسه، نتيجة لانحيازه الأعمى والكامل لإسرائيل في هذه الصراع. وعلى المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلها تراجعت شعبية الرئيس جو بايدن بأكثر من 7 نقاط كاملة. هذا يؤكد أن هذه السياسة سياسة عمياء، السياسة لا تدرك الأبعاد الحقيقية لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يجعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة منبوذة ودولة مكروهة في كل دول العالم، لأنها تناصر المعتدي وترفض دعم حتى المعتدى عليه بدخول الماء والكهرباء والإنترنت والاتصالات. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أنا في رأيي حتى على المستوى الاستراتيجي على المستوى الدولي لن تستطيع بعد ذلك أن تنصح أحد. دائما ما تصدع الولايات المتحدة الأمريكية لآخرون بحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح الإنسان وأن حياة الإنسان هي الأفضل، لكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع إسرائيل على قتل مزيد من المدنيين، وتشجعهم على تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال القطاع بمسافة حوالي 19 كيلومتر من الشمال إلى جنوب القطاع. كل هذا الأمر أنا في رأيي هي سياسة خاطئة، وسوف تجني الولايات المتحدة الأمريكية ثمار هذا الأمر. لأن طيب دكتور يعني بالتوازي مع الكلام اللي حضرتك ذكرته، بنجد على الجانب الآخر يعني كم مقاومة، كم صمود من المقاومة الفلسطينية، وده ظهر بوضوح ربما في الساعات الماضية من تصريحات لحركة حماس وتصريحات من الجانب الفلسطيني تؤكد على الاستمرار في المجابهة، الاستمرار في المقاومة حتى النهاية، ده طبعا من أجل الشعب الفلسطيني وبقاء الدولة الفلسطينية دولة معترف بها بالتأكيد. كيف تنظر لهذا الصمود من المقاومة الفلسطينية؟ أولا أنا كنت أقول دائما وعبر إكسترا نيوز أن هذا الهجوم البري الإسرائيلي سوف يفشل فشلا ذريعا،
حتى مع كل المحسنات التي تحدثوا عنها خلال الأيام الماضية. إسرائيل حاولت أن تتوغل بريا وتقوم بعمليات برية خلال سنوات يعني سابقة، كان أكبرها في عام 2014 وفشل بالكامل وقتل عدد كبير جدا من الجنود الإسرائيليين. في هذه المرة استعانوا بصديق كما يقولون، استعانوا بالولايات المتحدة الأمريكية لتعلم إسرائيل كيف تجتاح وتقوم بحرب مدن وحرب شوارع، وجاءوا بالجنرال الذي يعني اقتحم مدينة الموصل في عام 2016 و17، وقالوا أنهم سوف يجتاحوا قطاع غزة بنموذج الموصل وليس بنموذج الفلوجة عام 2004. والنموذج الجديد الذي نتحدث عنه أنه سوف يكون هناك ضربات جوية شديدة جدا، وهذا رأيناه بالأمس، وبعد ذلك الدخول في مناطق محددة والخروج منها ثم العودة إليها مرة أخرى. أنا في رأيي حتى النموذج الجديد الذي نتحدثون عنه في اجتياح قطاع غزة سوف يفشل أيضا. لماذا؟ لأن البيئة العسكرية والمسرح العسكري في قطاع غزة الجميع يتحدث أنه يختلف تماما عن الفلوجة وعن الموصل. أولا قطاع غزة قطاع مكتظ بالسكان أكثر من الفلوجة الموصل، ده رقم واحد. ثانيا شبكة الأنفاق الموجودة غير مسبوقة، وحتى الرهائن الذين أطلق سراحهم قالوا بالضبط أن شبكة الأنفاق في قطاع غزة تشبه يعني بيوت العنكبوت، وبالتالي لا يمكن طيب لإسرائيل دكتور أيمن أن تنجح يعني في كل هذا. دكتور أيمن، ربما إسرائيل ليس لديها حدود لهذا التصعيد كما نرى، كيف ترى التصعيد في مسألة الأوضاع الإنسانية المؤثرة جدا اللي بنتابعها على شاشات الإعلام لحظة بلحظة، يمكن من استهداف للمستشفيات، استهداف للمدنيين العزل، استهداف أيضا للنساء والأطفال والشيوخ، إلى أي مدى حضرتك شايف هذا التصعيد الذي ليس له حدود وأيضا النتائج المترتبة على هذا العنوان؟ أولا هذا بيعود إلى نظرة إسرائيل لقطاع غزة والسكان قطاع غزة. إسرائيل ترى في كل سكان قطاع غزة اللي هم 2.3 مليون نسمة أن جميعهم في وجهة نظرها إرهابيون بما فيهم حتى الأطفال. للأسف حتى بعض الأصوات الأمريكية تدعم هذا الأمر، يعني حاكم فلوريدا رون دي سانتوس وهو مرشح محتمل عن الحزب الجمهوري الأمريكي يقول أن أطفال غزة معادون للسامية. يعني هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يتصوره، الطفل لا يفهم معنى السامية ولا يدرك من هم الساميون ومن هم غير الساميون. هذه النظرة الإسرائيلية لسكان قطاع غزة تبرر لها أو تقول لها أن الجميع هم إرهابيون وبالتالي يجب معاقبة الجميع بما فيهم سواء كانوا أطفال أو نساء أو شيوخ أو مرضى أو عجائز، تقصف المستشفيات رغم الذين في داخل المستشفى هم مرضى ويحتاجون للعلاج، تمنع المياه والكهرباء وهي تعلم أن هذه جريمة حرب بموجب كل القوانين الدولية وخصوصا القانون الرابع من اتفاقيات جنيف سنة 1949. وبالتالي هذه النظرة الاستعلائية، هذه النظرة العنصرية لشعب قطاع غزة هي من تدفع إسرائيل للقيام بكل الحدود، ده رقم واحد. رقم اثنين، إسرائيل بتعتقد أن ما جرى في يوم 7 أكتوبر يبرر لها القيام بكل شيء، وهذا أمر خاطئ تماما وغير موجود لا في القانون الدولي ولا في قانون الحروب. حتى الولايات المتحدة الأمريكية بكل مواقفها المعلنة والمخزية والداعمة لإسرائيل، الرئيس جو بايدن عندما زار إسرائيل قال أنه يطالب إسرائيل بالالتزام بأخلاقيات الحرب. أين هي أخلاقيات الحرب؟ على الأقل في الحرب يسمح للمدنيين بحصول على المياه وعلى العلاج، حتى الأسرى يجب علاجهم. وبالتالي ما تقوم به إسرائيل أنا في رأيي يجب أن تحاكم عليه سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو حتى بتشكيل محكمة خاصة مثل محكمة نورنبرغ التي يعني جاءت بعد الحرب العالمية الثانية، لأن ما تقوم به إسرائيل في تقديري وفي تقدير الكثيرين يفوق ما قامت به حتى النازية. وهذا ليس رأيي، هذا هو رأي الرئيس بوتين. الرئيس بوتين قال ما تتعرض له غزة من حصار يشبه حصار مدينة لينينغراد من قبل النازيين في الحرب العالمية الثانية، وهذا يؤكد من ناحية صمود قطاع غزة، وفي ذات الوقت يؤكد أن مستوى الحصار ومستوى ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة يصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية. طيب دكتور، دعنا نتحدث أيضا عن الدور المصري. بالتأكيد دور مصر بيظهر جليا في الضغط لوضع الجميع أمام مسؤولياته من ضرورة وقف الصراع وعدم اتساع رقعته في المنطقة بالكامل. إذن كيف تقيم الدور المصري؟
بالتأكيد دور مصر دور مؤثر ودور فاعل، وأنا كنت دائما أقول أن ما قامت به مصر منذ بداية هذا الصراع بالفعل هو لعب دور كبير جدا في إحداث حالة من التوازن الدولي في النظر إلى القضية الفلسطينية. أنا في رأيي تصويت 120 دولة بالأمس لصالح مشروع القرار العربي هو أحد الثمار الجهد المصري والدبلوماسية الرئاسية والجهد الكبير الذي قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 أكتوبر الجاري وحتى اليوم، سواء في اللقاءات الثنائية سواء في قمة القاهرة للسلام يوم السبت 21 أكتوبر الجاري، بالاتصالات الهاتفية التي أجراها تقريبا مع غالبية الدول الفاعلة سواء في المنطقة أو في أوروبا أو في على مستوى العالم. هذا الجهد المصري أنا في رأيي أعاد جزء كبير جدا من التوازن للقضية. الآن مصر تتحدث أن الرواية الفلسطينية بدأت منذ فترة طويلة والنظرة القاصرة لها منذ 7 أكتوبر هذا خطأ كبير. النقطة الأهم، دائما مصر تقول أنها ملتزمة بالسلام وأنها استثمرت كثيرا في السلام وأنها من أكثر الدول التي تعرضت لانتقادات عندما وقعت اتفاقيات السلام، لكنها حافظت على هذه الاتفاقيات والتزمت بها منذ يعني عقود طويلة. هذا الإيمان بالسلام عندما تتحدث مصر وهي مؤمنة بالسلام وأنها لا تريد الحرب أو توسع الحرب في المنطقة يجعل لها مصداقية كبيرة، لأن مصر تنطلق أولا من مسؤولية وإحساس بالمسؤولية تجاه السلام والاستقرار الإقليمي. مصر تقول الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أكثر من مرة أن ما يجري الآن قد يؤدي إلى توسع الحرب ليس فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قد تدخل أطراف أخرى، ونحن نرى الآن الجبهة الشمالية في إسرائيل فيها شبه حرب مع حزب الله على الجبهة اللبنانية، ورأينا القوات الأمريكية تتعرض لهجمات سواء في العراق أو في شرق سوريا. هذا الأمر خطير للغاية ويمكن أن يوسع الحرب حتى لدول أخرى حتى من خارج منطقة الشرق الأوسط كما قالت روسيا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالتالي هذه المخاطر التي حذرت منها مصر طويلا، تقول مصر أن الحل يبدأ وينتهي بقيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. طيب دكتور أيمن، يعني ونحن نتحدث عن الدور المصري في التزام الجميع ووضعه أمام مسؤولياته، عندما نتحدث عن الدولة المصرية نتحدث عن الشعب المصري، نتحدث عن فكرة الرفض الشعبي للمصريين لتصفية القضية الفلسطينية ورفض هذا العدوان الغاشم والذي ظهر جليا طبعا في فكرة المظاهرات اللي قامت في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضا وقوف الشعب المصري دائما مع قيادته السياسية الحكيمة. كيف تقيم هذا الموقف الخاص بالشعب المصري؟ يعني أولا الشعب المصري ملتحم تماما ومتفق تماما مع كل توجهات القيادة السياسية المصرية وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا في رأيي هناك إجماع يصل إلى 100% على كل خطوة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية من كل أفراد الشعب المصري ومن كل أسرة مصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القضية بينطق بكل ما لدى المصريين وفي قلوبهم وفي عقولهم تجاه ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصر قيادة وشعبا كانت دائما تقف في ظهر الشعب الفلسطيني. مصر منذ سنة 1948 قدمت كل شيء من أجل القضية الفلسطينية، الدعم السياسي والدعم المالي، وحتى مصر خاضت حروب من أجل القضية الفلسطينية 48 و56 و67 و73. لذلك لا يوجد دولة في العالم يعني قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية كما قدمت مصر. والآن ها هو الشعب المصري يكرر ويؤكد أنه الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني لاستخلاص حقوقه من خلال هذه الجهد السياسي والجهد الدبلوماسي الكبير وغير المسبوق والذي بدأ بالفعل يأتي بثمار كبيرة. عندما تستطيع مصر استضافة 33 دولة وأربع منظمات دولية في القاهرة في قمة القاهرة للسلام، هذا نجاح كبير لم يسبق لدولة في المنطقة أو خارج المنطقة استطاعت أن تستضيف مثل هذا الكم من الدول. وكانت دول مهمة بالمناسبة، عندما تأتي دولة مثل أسبانيا هي الآن رئيس الاتحاد الأوروبي وهي انطلقت منها مفاوضات مدريد سنة 1991 وهي أيضا التي سوف تستضيف المؤتمر الدولي للسلام
حول القضية الفلسطينية قبل نهاية هذا العام، عندما تستضيف مصر النرويج. النرويج دولة مهمة جدا، لأن النرويج هي التي استضافت مفاوضات أوسلو التي أدت إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية منذ سنة 1993. بالتأكيد الدولة المصرية جهد كبير. نعم، بالتأكيد الدولة المصرية بتلعب دور ريادي، دور مؤثر جدا داخل المنطقة. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن سمير، وحضرتك أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.